بطل اللعب حلقة اللعب معاهم على حتة الأجناب وحتة الأطراف مهمة جدا بالنسبة لمنتخب مصر. وبقول للمرة التانية وسط الملعب مهم، وسط الملعب إذا كان غالي أو وقت أحمد فتحي مع المحمدي مع عبد الشافي وأي لعيب من خط الدفاع، وخاصة إن هم الأمور الدفاع عندهم قليلة جدا. اللعب كمان على قلبين الدفاع نعم، بالنسبة وهذه المعز يا لحنين. كابتن شعارهم يا كابتن، مش عارف هو قابلهم في المطار بمعزة المفروض الحاجات دي دولي، لو ماتش دولي يعني المفروض ما المراقب ما ينزلش الناس دي. كابتن حازم يعملوا ايه المعزة؟ طيب اللحظة غريبة جدا يعني بص قدام المراقبين هيعملوا ايه المعزة؟ الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي هيعمل ايه المعزة؟ ممكن تلعب اليوم معاهم يعني اللحظة اجواء افريقية يعني في الا من سابرهم ينبسطوا في النهارده يعني بالنسبه لهم حدث. هو عامه الماتش يعني المفروض فاول الحكم ما بيحسبش، وكره طويله خلي بالنا من الكوره دي بترجع، وهجمه من ناحيه اليمين وكره بالعرض، يلا عصام يلا عصام يمسك الكوره على طول لقطها ما شاء الله. المباراه لعبت الكوره على طول ابو تريكه ويرجعها على طول تاني للمحمدي والاوفر ومن يابن هوبا كمل يا راجل تروح على طول عند كاسالي ده لعبة حلوة لابو تريكا، يلا ابو تريكا شوت يا راجل شوت يا راجل هوبا يطلع على طول داوود حارس المرمى بيلم الكرة بالطرقية كرة يخش ياخدها شريف لكن بياخد الكرة وهجمة كاميلو من ناحية الشمال وهيعمل الاوفر يا عالكورة يا عالكورة مش ممكن ولسه الكورة معاه ويلعب كورة طويلة يلا يطلع على طول عصام الحضري يطلع على طول عصام الحضري من تحت رجله وتروح الكوره لشريف هيعمل الاوفر يا على الفرصه لواء الجمعه لكن خطره بترد الكوره على طول وتروح للحسن اسوفو ويلعب كوره بالعرض وخطره تعدي على طول بره كانوا هم الثلاثه معاهم هم فتحي يوقف الكوره يا راجل يا راجل يا راجل قطع الكرة وهجم على طول تاني ثلاثة وابو بكر ومعدل قدام وبتطلع منه الكرة وخطرة جوه الجول جوه الجول بقى ده كان وترد عند الاولي بيلعبها ناحية الشمال للسانة كريم بيعمل الكرة بالعرض وخطرة عصام الحضري بيطلع ياخدها على بايده لعبد الشارك دلس دلس يراجع الكرة لورا لثلاثة وابو بكر ويلعب الكرة طويلة وعصام الحضري يمسك الكورة على مراكز وترقيصة حلوة وترقيصة حلوة ودخل بيها لجوه ولعبها حلوة لابو تريكة هوبا يا داوود كسالي يمسك كورة خطرة جدا جدا جدا